بحجم بعوضة وقوة دولة، لا صوت لا ظل لا أثر، لكنها ترى وتسمع وتبلغ. طولها 1.3 سنتيمتر، وزنها أقل من 0.3 جرام، أصغر طائرة تجسس عرفها البشر. الصين تكشف عن الشبح الناناوي، كاميرا دقيقة، ميكروفون حساس، أجهزة استشعار تلتقط كل شيء. هذه ليست حشرة، هذه سلاح، وأخطر سلاح قد عرفه البشر. البعوضة الصينية هي البداية، والقادم تجسس ناناوي بحجم الذرة، وصراع دولي على من يتنصت أولا. هذا ما تشاهدونه في هذا الفيديو، فابقوا معنا ولا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس. نحن على أعتاب ثورة في عالم التجسس، ثورة تقودها تقنية النانو. هذه التقنية التي تتعامل مع المادة على مستوى الذرات والجزيئات تفتح آفاقا غير مسبوقة لأجهزة المراقبة والتجسس، من طائرات بحجم الحشرات إلى روبوتات دقيقة تتسلل إلى أعماق الأماكن. أصبح العالم ساحة معركة جديدة، حيث التفوق ليس لمن يمتلك القوة العسكرية فحسب، بل لمن يمتلك أصغر وأذكى أدوات التجسس. في قلب هذه الثورة تبرز الصين كلاعب رئيس، تكشف عن اختراعات ناناوية خارقة تثير الدهشة والقلق في آن واحد. اختراعات قد تعيد تعريف مفهوم التجسس، وتضع العالم أمام تحديات أمنية لم يسبق لها مثيل. فما هي هذه الاختراعات؟ وما هي قدراتها الخارقة؟ سباق التجسس في عصر الذرة. في يونيو 2025 كشفت جامعة الدفاع الوطني للتكنولوجيا في مقاطعة هونان الصينية عن اختراع أثار دهشة العالم، طائرة بدون طيار بحجم بعوضة. هذا الجهاز المصغر الذي لا يتجاوز طوله 2 سنتيمتر وعرضه 3 سنتيمترات ووزنه أقل من 0.2 جرام، بدا شبه عديم الوزن بين أصابع الباحثين في بث تلفزيون الصين المركزي. ما الذي يجعل هذه الذبابة الإلكترونية خطيرة إلى هذا الحد؟ إنها قدراتها الخارقة التي تتجاوز حجمها الضئيل. تم تجهيز هذه الطائرة النانوية بكاميرات وميكروفونات فائقة الصغر، قادرة على التقاط الصور والأصوات والإشارات الإلكترونية بدقة مذهلة. حجمها الصغير يجعلها غير مرئية تقريبا للعين المجردة، وقادرة على الطيران متجاوزة أنظمة الرادار التقليدية دون اكتشاف. تخيلوا جهازا يمكنه التسلل إلى أي مكان، من غرفة اجتماعات مغلقة إلى مكتب خاص لجمع معلومات حساسة دون أن يترك أثرا. وفقا لليانغ هيكسيانغ، وهو طالب في جامعة الدفاع الوطني للتكنولوجيا، فإن هذا النوع من الروبوتات الدقيقة مناسب بشكل خاص للمهام الخاصة مثل استطلاع المعلومات في ساحة المعركة، ولكن تطبيقاتها لا تقتصر على الجانب العسكري، إذ يمكن استخدامها لتتبع الأفراد والاستماع إلى المحادثات وحتى التسلل إلى الشركات لسرقة المعلومات الشخصية وكلمات المرور. إنها أداة تجسس متعددة الاستخدامات تفتح الباب أمام مستوى جديد من المراقبة والاختراق. إن تطوير هذه الطائرة النانوية ليس مجرد قفزة تكنولوجية، بل هو مؤشر على طموح الصين المتزايد في مجال التجسس. فكيف وصلت الصين إلى هذا المستوى من القدرة في هذا المجال الحساس؟ وما هي الاستراتيجيات التي تتبعها لتصبح القوة الرائدة في عالم التجسس النانوي؟ قبضة التنين. طائرة الذبابة النانوية ليست سوى غيض من فيض في ترسانة الصين المتنامية في مجال التجسس. فبكين لا تكتفي بتطوير أجهزة المراقبة المادية، بل تسعى جاهدة لتكون القوة المهيمنة في الفضاء السبراني وفي مجال التجسس الصناعي والعلمي، مستخدمة كل الأدوات المتاحة لتعزيز تفوقها. تشير التقارير إلى أن الصين قد تجاوزت الولايات المتحدة في العديد من القطاعات الدفاعية والتكنولوجية الرئيسة،
ففي عام 2010 كانت قدرات الصين الابتكارية أقل بنسبة 22% من الولايات المتحدة، لكن بحلول عام 2020 أصبحت الصين تبتكر أكثر بنسبة 40% من الولايات المتحدة. هذا النمو الهائل لم يأتي من فراغ، بل هو نتيجة لاستراتيجية شاملة تعتمد بشكل كبير على التجسس الصناعي والعلمي. تستخدم الصين التجسس الصناعي على نطاق واسع، بما في ذلك السرقة المادية والاختراقات السبرانية وتجنيد المطلعين. كان قد أعلن مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي كريستوفر راي أن الصين تستهدف الابتكار والأسرار التجارية والملكية الفكرية الأمريكية على نطاق غير مسبوق في التاريخ. إن برنامج القرصنة الصيني أكبر من برامج كل الدول الكبرى الأخرى مجتمعة، وقد سرقوا بيانات شركات أمريكية وشخصية أكثر من كل الدول مجتمعة. لا يقتصر الأمر على البيانات الشخصية والتجارية، بل يمتد ليشمل سرقة التكنولوجيا العسكرية الحساسة. لقد سرقت الصين تصاميم طائرات عسكرية متطورة وأنظمة صواريخ باتريوت وسفن قتالية ساحلية وتقنيات نانوية. هذه السرقات مكنت الصين من تحقيق قفزات هائلة في تطوير أنظمتها العسكرية، حتى أن العديد من أنظمة القوى الجوية الصينية تشبه بشكل لافت للنظر المنصات الأمريكية مثل F-16 و-F-22 و-F-35. سباق الأشباح. في هذا السباق المحموم على التفوق التكنولوجي لا تقف الصين وحدها في الميدان، فالدول الكبرى الأخرى وعلى رأسها الولايات المتحدة تستثمر مليارات الدولارات في تطوير قدراتها في مجال التجسس النانوي، مدركة أن المستقبل لمن يمتلك العين الخفية والأذن الصاغية في عالم يزداد تعقيدا. من أبرز الاختراعات الأمريكية في هذا المجال هي طائرة بلاك هورنيت نانو التي طورتها شركة بروكس داينامكس AIS النرويجية، وتستخدمها القوات المسلحة للعديد من الدول بما في ذلك الولايات المتحدة. هذه الطائرة النانوية التي تزن أقل من 33 جراماً هي نظام استطلاع جوي شخصي يوفر وعياً بالموقف على مستوى الفرقة. إنها مزودة بكاميرات تصوير حراري عالية الدقة وكاميرات بصرية كهربائية بقدرات استثنائية في الإضاءة المنخفضة. يمكنها إرسال صور حرارية وتغطية مسافات تصل إلى ميلين والبقاء في الجو لأكثر من 30 دقيقة. في عالم النانو حيث تتلاشى الحدود بين المرئي وغير المرئي، يبقى السؤال الأهم: من يراقب المراقب؟ وإلى أي مدى يمكن أن يصل هذا السباق الخفي قبل أن يغير وجه البشرية إلى الأبد؟